أيها الإخوة، يعني حديث لا يزيد عن أربع كلمات، أراه منهجاً عظيماً لكل مؤمن. الحديث: لا يخافن العبد إلا ذنبه. في أقوياء، في طغاة، في أمراض وبيلة، في منحرفون، أنواع المصائب لا تعد ولا تحصى، أنواع مصادر الشر لا تعد ولا تحصى، أنواع المقلقات لا تعد ولا تحصى. النبي ينصحنا ويقول: لا تخف من كل هذا، كل هذا بيد الله، خف من ذنبك. الذنب يستدعي كل هذه الشرور. لا يخافن العبد إلا ذنبه. في أقوياء، في طغاة، في ظلام، في بطاشون، في وحوش، في حشرات لدغتها قاتلة، أنواع الشر لا تعد ولا تحصى، القوى الشريرة لا تعد ولا تحصى. لا تخاف إلا ذنبك فقط. وإذا جاءت مشكلة لا ترجون إلا ربك. أقسم لكم بالله، تعد هذه الكلمات المعدودة منهج المؤمن. اجعلها في مكان بارز من بيتك: لا يخافن العبد إلا ذنبه، ولا يرجون إلا ربه. طبق هذه الحكمة وهذه المقولة وهذا النص واسعد به. لا تخف من أي جهة، خف أن تقع في ذنب يستدعي أن يصل إليك المؤذي. يعني بالضبط، أنت أمام وحوش، وحوش مخيفة لا ترحم، مفترسة، لكنها مربوطة بأزمة بيد جهة رحيمة حكيمة عادلة. علاقتك ليست مع الوحوش، ولكن مع من يملك هذه الوحوش. فإذا أرضيته أبعدها عنك، وإذا أخطأت بحق عباده سمح لواحدة منها أن تصل إليك. الوحوش، الطغاة، عصي بيد الله، عصي بيد الله. فالذي يضرب بعصاه هل يحقد على العصا أم على الضارب؟ إن حقد على العصا فهو أحمق. هؤلاء يتحركون بأمر الله. لذلك ورد في بعض الآثار: أنا ملك الملوك ومالك الملوك، قلوب الملوك بيدي، فإن العباد أطاعوني حولت قلوب ملوكهم عليهم بالرأفة والرحمة، وإن عصوني حولتها عليهم بالسخطة والنقمة. فلا تشغلوا أنفسكم بسب الملوك، وادعوا لهم بالصلاح، فإن صلاحهم بصلاحكم. علاقتك مع ربك فقط. والشيء الذي يستدعي المصيبة ذنبك. لا يخافن العبد إلا ذنبه، ولا يرجون إلا ربه. عند المشكلة تعلق بالله وحده. أنت الشافي يا رب، أنت الناصر، أنت المغني، أنت المعز فقط. وقبل المصيبة خف من ذنبك. لا يخافن العبد إلا ذنبه، ولا يرجون إلا ربه. والله حينما أقرأ هذه الآية: إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. أنت حينما تصبر، ألا يرى الله أنك صابر؟ ألا يعلم حجم المشكلة التي تعانيها؟ إنا وجدناه صابرا، يعني مستحيل وألف ألف ألف مستحيل أن يصل الإنسان إلى الجنة دون أن يمتحن، دون أن يمتحن في السراء وفي الضراء. الإمام الشافعي سئل: نسأل الله التمكين أم الابتلاء؟ فقال: لن تمكن قبل أن تبتلى. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ يعني من سابع المستحيلات أن يصل المسلم إلى الجنة بالرخاء، بالراحة النفسية،
بالدخل الكبير، بالمكانة الاجتماعية، لابد من امتحانات. أنت حينما توطن نفسك أن الحياة فيها إكرام وفيها تأديب وفيها ابتلاء، ثلاث حالات لابد من أن يمر بها المؤمن، حينما يقصر أو حينما تزل قدمه يمر بحالة تأديب من الله، وحينما يستقيم يمر بحالة ابتلاء. فإذا نجح في امتحان التأديب فتاب إلى الله، وإذا نجح في امتحان الابتلاء فثبت على إيمانه واستقامته، يدخل في حالة مريحة، حالة التكريم. فأنت بين التأديب وبين الابتلاء وبين التكريم، وكلما اجتزت المرحلتين الأولى والثانية بسرعة جاءت مرحلة التكريم. أيها الإخوة الكرام، سيدنا عمر إذا أصابته مصيبة ماذا يقول؟ يقول الحمد لله ثلاثاً، كلام دقيق، الحمد لله إذ لم تكن في ديني. إنسان يعاقر الخمرة، إنسان سقط في الزنا، إنسان سقط في السرقة، سقط في الرشوة، سقط في أكل المال الحرام، فإذا كانت المصيبة متعلقة بمال أو بصحة ولم تكن في الدين فهذه نعمة كبرى. الحمد لله إذ لم تكن في ديني، مستقيم لكن دخله قليل، هذه المصيبة ليست في دينه، مستقيم لكن ابنه مريض، هذه المصيبة ليست في دينه، مستقيم لكنه يعاني ما يعاني من زوجه، هذه المصيبة ليست في الدين. الحمد لله إذ لم تكن في ديني، والحمد لله إذ لم تكن أكبر منها. أيام حادث يصيب المركبة فقط، أما الأولاد سالمون. لو أن أحد الأولاد فقد أحد أعضائه، الحديد إصلاحه سهل، أما الابن غالي جداً على أبيه، فالحمد لله إذ لم تكن أكبر منها، والحمد لله إذ ألهمت الصبر عليها. والله كلام دقيق يحتاجه كل مؤمن، الحمد لله إذ لم تكن في ديني، والحمد لله إذ لم تكن أكبر منها، والحمد لله إذ ألهمت الصبر عليها. الله عز وجل في آية قطعية الدلالة يقول والله يحب الصابرين. أنت حينما تصبر الله يحبك، والله عز وجل يقول وسنجزي الشاكرين. هذا الذي شكر على المصيبة، إذا أحب الله عبده ابتلاه. ما معنى ابتلاه؟ يعني عنده مشكلة قابلة للشفاء ضمن العناية المشددة. الحمد لله إذ لم تكن في ديني، والحمد لله إذ لم تكن أكبر منها، والحمد لله إذ ألهمت الصبر عليها. شيء دقيق، إذا أحب الله عبده ابتلاه. أب له ولدان، الأول معه التهاب معدي حاد، والأب طبيب ويعلم أن هذا المرض يشفى شفاءً تاماً بحمية قاسية على الحليب فقط، يشدد عليه تشديداً لا يتصور أبداً، حليب فقط، في طعام آخر في البيت يحبه الصغير أبداً، لأنه مرضه قابل للشفاء. الابن الثاني لا سمح الله ولا قدر معه انتشار ورم خبيث في الأحشاء، لو سأل الثاني أباه ماذا آكل؟ يقول له كل ما شئت، ما في أمل، ما في أمل، كل ما شئت. أيهما أفضل؟ أن تخضع لحمية صارمة لكن الشفاء قريب، أم أن تؤتى كل ما تتمنى لكن المرض مستعصٍ؟
أيها الإخوة الكرام، الآن الحديث الدقيق جداً يقول عليه الصلاة والسلام: ما يصيب المسلم من وصب وهو المرض، ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطايا. كلام جامع مانع، واضح جلي. أية مصيبة تصيب المؤمن من أجل تكفير الخطايا، بل ما من عثرة ولا اختلاج عرق ولا خدش عود إلا بما قدمت أيديكم، وما يعفو الله أكثر. لذلك الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا. اصبر وادع أخاك أن يصبر، اصبر وأعن أخاك على الصبر، اصبر وخفف عن أخيك ما يعانيه، اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. بل إن الصبر أحد أركان النجاة. قال تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أيها الإخوة الكرام، مكان آخر في السرائر هو التوكل. لكن قبل أن أبدأ، أكبر خطأ وقع فيه المسلمون أنهم توكلوا بجوارحهم وأعضائهم، بينما التوكل محله القلب فقط. في الظاهر تأخذ بالأسباب وكأنها كل شيء. دقق أيها الأخ الكريم، الطريق الكامل طريق، عن يمينه واد سحيق وعن يساره واد سحيق. الوادي السحيق الذي عن يمينه: ألا تأخذ بالأسباب، أنت لست مؤمناً إن لم تأخذ بالأسباب. ينبغي أن تأخذ بالأسباب وكأنها كل شيء. لا تقل توكلت على الله ولم تأخذ بالأسباب، لا تقل وابنك مريض الله هو الشافي، لا تقل قبل أن تسافر الله الحافظ. يجب أن تأخذ بالأسباب، أن تراجع المركبة، أن تعالج ابنك، أن تدرس. هذا الذي لا يأخذ بالأسباب وقع في وادي معصية. وحالة المسلمين اليوم في الأعم الأغلب لا يأخذون بالأسباب، بل يتوهمون أن الله سينصرهم دون أن يأخذوا بالأسباب. وهذا أكبر خطأ يرتكبه المسلمون اليوم، ينتظرون معجزة تنهي أعداءهم. يجب أن نأخذ بالأسباب وكأنها كل شيء، وبعدها نتوكل على الله وكأنها ليست بشيء. هذه بطولة، أن تراجع المركبة مراجعة دقيقة جداً، ثم تتوجه من أعماقك وتقول: يا رب أنت الحافظ، أنت الحافظ. الذي يحصل، الذي يأخذ بالأسباب وتوحيده ضعيف، يعتمد على الأسباب وينسى الله، وقع في وادي الشرك. والذي لا يأخذ بالأسباب وقع في وادي المعصية. الغرب أخذ بالأسباب وألها واعتمد عليها ونسي الله، والشرق لم يأخذ بها، كلاهما على خطأ كبير. ينبغي أن تأخذ بالأسباب وكأنها كل شيء، وأن تتوكل على الله وكأنها ليست بشيء. الابن مريض، تأخذه إلى أفضل طبيب، تشتري أدق الأدوية،
تشرف بنفسك على الدواء وبعدها تقول يا ربي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك. هذا الموقف بالدراسة، بالتجارة، بمعالجة المريض، بتربية الأولاد. أما عامة المسلمين لا يقدمون لله سبباً بل يتواكلون على الله. من أنتم؟ سيدنا عمر رأى أناس يتكففون الناس في الحج، قال نحن المتوكلون، قال كذبتم، المتوكل من ألقى حبة في الأرض ثم توكل على الله. إن الله يلوم على العجز. ما العجز؟ ألا تأخذ بالأسباب، ولكن عليكم بالكيس، خذ السبب. متى تقول حسبي الله ونعم الوكيل؟ إذا غلبك أمر. أخذت بالأسباب يعني طالب ما درس أبداً، فلما رسب قال هكذا ترتيب الله، هكذا مشيئة الله، لم يكتب الله لي النجاح، ماذا أفعل؟ هذا كذب بكذب، بدجل بدجل. خذ الأسباب ثم توكل على رب الأرباب. خذ الأسباب وكأنها كل شيء ثم توكل على الله وكأنها ليست بشيء. هذا الموقف الكامل. أما لو أن هذا الطالب الذي أخذ بالأسباب أصابه مرض قبل الامتحان بيوم، حال بينه وبين أداء الامتحان، هذا إذا قال حسبي الله ونعم الوكيل نقول صدق. أنا أقول دائماً هناك ما يسمى بجزاء التقصير، هناك ما يسمى بالقضاء والقدر. واحد الطبيب نصحه بأشياء دقيقة جداً لم يأخذ بها، الله الشافي، فإذا أصابه ما توعد به الطبيب، هذا الذي أصابه ليس قضاءً وقدراً بل جزاء التقصير. أما حينما تأخذ بالأسباب وعندئذ يأتيك شيء غير مستحب، هذا قضاء وقدر. أيها الإخوة، يقول عليه الصلاة والسلام لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو، تتحرك، تغدو خماصاً وتروح بطاناً. الطائر مع أن الله رزقه وتوكل عليه لكنه تحرك، طار إلى رزقه. يعني أنا ما بصدق شاب يقول ما في شغل، تحركت، تابعت فرص العمل، عرضت نفسك على بعض الشركات، وصلت أحد الأشخاص، ما بيتحرك ولا بيسأل ولا بيخرج من بيته، بيقول لك ما في شغل. النموذج هذا نموذج لا يقبل إطلاقاً. لذلك الأعرابي الذي ترك ناقته بغير عقال دون أن يربطها قال يا رسول الله أعقلها أم أتوكل؟ وكأنه توهم، لا بد من أن تعقل دون أن تتوكل أو تتوكل دون أن تعقل. قال له اعقلها وتوكل. منهج: خذ بالأسباب وكأنها كل شيء ثم توكل على الله وكأنها ليست بشيء. والآية الكريمة: وتوكل على الحي الذي لا يموت وعلى الله فليتوكل المؤمنون ومن يتوكل على الله فهو حسبه. باب كبير من أبواب استقامة السرائر أن تتوكل على الله. بند ثالث في استقامة السرائر: القناعة. قال عليه الصلاة والسلام فيما رواه الإمام مسلم: قد أفلح من أسلم ورزق كفافاً وقنعه الله بما آتاه. من علامة الإيمان الرضا، أن ترضى عن الله، أن ترضى على شكلك وعلى إمكانياتك وكونك من فلان وفلانة، وجئت في هذه المدينة وفي هذا العصر، هذه أشياء ليست بيدك. الأب والأم
وذكر أو أنثى، وبأي مكان وبأي زمان، أشياء أربعة اختارها الله لك. فالمؤمن يرضى عن الله جعلك من أصحاب الدخل المحدود، وفي إنسان جعله ابناً لغني كبير، إذاً من أصحاب الدخل غير المحدود. حينما تعلم حكمة الله، وحينما تعلم علم الله، وحينما تعلم رحمة الله، وقد اختار الله لك ما هو يناسبك، لرضيت عن الله. يا ربي هل أنت راض عني؟ قال له الإمام الشافعي: هل رضيت عنه حتى يرضى عنك؟ قال: يا سبحان الله، كيف أرضى عنه وأنا أتمنى رضاه؟ قال: إذا كان سرورك بالنقمة كسرورك بالنعمة فقد رضيت عن الله. من أدق الآيات قال تعالى: من عمل صالحاً من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. قال بعض علماء التفسير: الحياة الطيبة هي الرضا عن الله، راضي عن الله من حيث الصحة، من حيث الدخل، المكان الاجتماعي. وقال بعض العلماء: إن الأبرار لفي نعيم بنعيم الرضا عن الله، وإن الفجار لفي جحيم في جحيم السخط على الله. السخط على الله جحيم. هذا الذي يرى أن الله ما أعطاه ما ينبغي أن يعطيه، هذا ساخط على الله عز وجل. لذلك قال تعالى: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. يسعى الإنسان سعياً مجنوناً وراء المال، فإذا حصله تأتيه المنية، الذي جمعه في عمر مديد يخسره في ثانية واحدة. ألهاكم التكاثر. ماذا بعد الغنى؟ ماذا بعد أن تحتل أعلى منصب؟ ماذا بعد أن تكون أقوى إنسان؟ ثم ماذا؟ بادروا بالأعمال الصالحة، فماذا ينتظر أحدكم من الدنيا؟ هل تنتظرون إلا فقراً منسياً، أو غناً مطغياً، أو مرضاً مفسداً، أو هرماً مفنداً، أو موتاً مجهزاً، أو الدجال فشر غائب ينتظر، أو الساعة أدهى وأمر؟ هل أمام الإنسان بعد نجاحه الكبير في الحياة إلا الموت؟ من منا يستطيع أن يقول، أو من منا يستطيع أن يستيقظ كل يوم كاليوم السابق إلى ما شاء الله؟ مستحيل. في أحد الأيام في بوابة خروج، قد تكون البوابة من قلبه أو من رأسه أو من أعصابه أو بحادث أو بأشياء لا تعد ولا تحصى. فالإنسان حينما يهيئ نفسه لمغادرة الدنيا يكون أسعد الناس. حينما يهيئ نفسه لمغادرة الدنيا. لذلك إن الأبرار لفي نعيم هي القناعة والرضا عن الله، وإن الفجار لفي جحيم هو السخط على الله عز وجل. وألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم، ثم لترونها عين اليقين، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. الفراغ نعيم تحاسب عنه، الأمن نعيم تحاسب عنه، الرزق نعيم تحاسب عنه. أيها الإخوة، بند جديد في استقامة السرائر، الزهد. ازهد في الدنيا يحبك الله، ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. أيها الإخوة، قال تعالى: فلا تغرنكم الحياة الدنيا. إياك أن تراها بحجم كبير، هي حجمها صغير، لكن متى تعرف حجمها الحقيقي؟ وأنت على فراش الموت تراها لا شيء، ترى طاعة الله كل شيء. مر النبي بقبر، والله أيها الإخوة
لو استطعنا أن نستوعب هذا الحديث لكنا في جنة. فقال النبي الكريم: صاحب هذا القبر إلى ركعتين مما تحقرون من تنفلكم خير له من كل دنياكم. في شركات أرباحها تزيد عن ميزانيات دول، لو أنك تملك كل هذه الشركات وجاء الموت ماذا تأخذ معك؟ قال: صاحب هذا القبر إلى ركعتين مما تحقرون من تنفلكم خير له من كل دنياكم. ما قولك إذا عرفت هذه الحقيقة وأنت حي ترزق؟ بادرت إلى الصلاة، إلى قراءة القرآن، إلى العمل الصالح، إلى ذكر الله، إلى خدمة الخلق ابتغاء مرضات الحق. فلا تغرنكم الحياة الدنيا، كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. ابن عمر يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك. أنت الآن صحيح، استغل هذه الصحة وأكثر من العمل الصالح، لكن بخريف العمر ملقى في الفراش ما في يعمل شيء. خذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. أيها الإخوة، يقول سفيان الثوري: الزهد في الدنيا ليس بأكل الغليظ من الطعام، ولا بلبس العباءة والخشن من الثياب، ولكن الزهد في الدنيا هو قصر الأمل. إذا أمسيت فلا تصبح، أصبحت فلا تمسي. أيها الإخوة الكرام، الإمام أحمد بن حنبل يقول: الزهد على ثلاثة أوجه: ترك الحرام وهو زهد العوام، وترك الفضول من الحلال وهو زهد الخواص، وترك ما يشغل العبد عن ربه وهو زهد العارفين. زهد العوام ترك الحرام، زهد الخواص ترك الفضول من الحلال، زهد العارفين بالله ترك كل ما يشغل عن ذكر الله. الفضيل بن عياض يقول: جعل الله الشر كله في بيت، وجعل مفتاحه حب الدنيا، وجعل الله الخير كله في بيت، وجعل مفتاحه الزهد في الدنيا. وقال الحارث المحاسبي: خيار هذه الأمة الذين لا تشغلهم آخرتهم عن دنياهم، ولا دنياهم عن آخرتهم. الزهد فيما عند الناس، عدم الطمع. القول الرائع: ازهد، كما قال النبي الكريم، فيما عند الناس يحبك الله، واطمع فيما عند الله يحبك الله أيضا. ينبغي أن تزهد فيما عند الناس وأن ترغب فيما عند الله. البند الآخر هو الخوف. قال عليه الصلاة والسلام فيما اتفق عليه الشيخان: عرضت علي الجنة والنار، فلم أرك اليوم ولو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلاً ولبكيتم كثيراً. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. أخواننا الكرام، أحياناً الطبيب يبالغ في غسل الخضروات، كلما ازداد علمك ازداد خوفك، وكلما قل علمك قل خوفك. قد تجد شقاً في جسر، إذا أنت ما لك مهندس بقول يحتاج إلى دهان يمعجن هذا الشق، أما المهندس يقول في خطأ بالأساس،
قد الأمر يحتاج إلى نصف مليون ليرة إصلاح البناء. فإذا واحد عالم يرى في هذا الشق مؤشر على انهيار البناء، فكلما ازداد علمك ازداد خوفك من الله. لذلك الذي لا يعرف الله لا يخاف. مرة يعني طالب قال لي أنا لا أخاف من الله، قلت له أنت معك حق. فهو عجب من هذا الكلام. قلت له الفلاح حينما يذهب لجني المحاصيل يأخذ معه وليده الصغير يضعه على الأرض، قد يمر ثعبان طول 12 متر ما يخاف منه، بالعكس يضع يده عليه. إذا ما في إدراك ما في خوف. علامة خوفك، علامة إدراكك الخوف. كلما ازداد